في احتمالية بأننا راح نسمع معلومات عن جهاز البلاي ستيشن 5 قريب، لأن على حسب كلام المدير المالي لشركة سوني فإن كشف الجهاز راح يمشي على نفس الجدولة اللي مشوا عليها في الماضي. إذا كان قصده جهاز البلاي ستيشن 4 فهذا معناته إنهم راح يكشفون عن البلاي ستيشن 5 هذا الشهر، لأن البلاي ستيشن 4 كشفوا عنه خلال البلاي ستيشن ميتينج في فبراير 2013. شهر فبراير ما بقى فيه إلا 9 أيام، فهل يمديهم يكشفون عنه خلال هالتسع أيام؟ في أحد المقابلات مع الممثل توم هولاند تكلم توم عن فيلم انشارتد وقال ان تصوير الفيلم راح يبدا بعد 4 اسابيع، ووضح بان انشارتد 4 كانت مصدر مهم لهم واخذوا منها افكار كثيره لهذا الفيلم. تصوير الفيلم ايضا بيكون في عدد مختلفه من الدول، وراح يصدر الفيلم في 5 مارس من 2021، وفي احتماليه بان مخرج فيلم انشارتد راح يكون نفس مخرج فيلم فينوم. مجموعة تقارير وضحت بأن طور الباتل رويال للعبة كول اوف ديوتي مودرن وورفير قادم الشهر الجاي واسمه وور زون. ايضا الطور بيصدر بشكل منفصل وتقدر تلعب هذا الطور بدون ما تشتري اللعبه الاصليه. سوني كانت ناويه تخلي الاشخاص اللي بيحضرون معرض باكس ايست الامريكي اللي بيبدا الاسبوع الجاي بتجربه ديمو للعبتهم المنتظره ذا لاست اوف اس بارت 2، لكنهم غيروا رايهم بسبب فيروس الكورونا. هذا كان بوجهه نظرهم الحل الافضل لتجنب تعرض موظفينهم للخطر، وقالوا بان سلامه موظفينهم هي اولى شيء لهم.